بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لله الفضل والمنة. نحن هنا في مدينة عفرين نبشركم بأن هنالك أخان من إخوتنا الكرد الأزيد قد دخلوا في دين الله عز وجل، في دين الإسلام. عرفنا عن حالك. شيخ عارف. شيخ عارف، أخونا شيخ عارف قد هداه الله تعالى لدين الإسلام ودخل نور الإسلام إلى قلبه. أنت أخونا حيدر عارف. حيدر عارف، والآن سوف ينطقون بالشهادتين. قل ورائي: أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. قل ورائي: أشهد أن لا إله لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. أرسل الله يبارك فيك. الله يديمك عم الشيخ.